المزيد بينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي. أهلا بيك دكتور. ما دلالات تقدم مصر 7 مراكز في مؤشر الذكاء الاصطناعي؟ مساء الخير على حضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام يا فندم. طبعا ده بيوري وعي الدولة المصرية بأهمية هذا الفرع من التكنولوجيات البازغة حقيقة اللي هي بتعيد تشكيل العالم حاليا. الذكاء الاصطناعي بيغير كل ما نعرفه عن عالمنا اليوم، وبالتالي هو ليه تأثير كبير جدا على الأنظمة الاقتصادية والتجارية والطبية وكل ما يتعلق حياة بجميع تطبيقات الحياة. ومصر حقيقة لها استراتيجية زي ما حضرتك تفضلت، واستراتيجية فيها كذا محور حقيقة، منها محور الخاص بتوفير الكوادر المؤهلة لهذا الفرع المتقدم من التكنولوجيا، زائد موضوع التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتعاون الدولي في هذا المجال. ويمكن مصر كمان أصدرت ميثاق الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، تعتبر من أوائل الدول اتكلمت في هذا الموضوع اللي النهارده العالم كله بيناقشه. يمكن كان في النهارده جلسه لمجلس الامن لاول مره في التاريخ بتناقش تاثير تكنولوجيا بازغه زي الذكاء الاصطناعي على مستقبل العالم حقيقه. فاحنا قاطعين شوط حقيقه جيد جدا لادراكنا كدوله مصريه ان هذا الفرع من التكنولوجيا يمثل المستقبل بكل ما تحويه الكلمه من معنى حقيقه. ولهذا تتوسع الدوله في انشاء كليات الذكاء الاصطناعي، ايضا مراكز ابداع مصر الرقميه في مختلف المحافظات. ده حقيقه. يمكن انا كان ليا حظ امبارح ان انا كنت جزء من ندوه مهمه جدا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصا ما يطلق عليه الذكاء الصناعي التوليدي او الجينيريتيف ارتفيشال انتليجنس، وده كان مقام في احدى مراكز الابداع التكنولوجي اللي الدوله المصريه انشاتها مؤخرا حقيقه، وتم مناقشه كيف سوف يؤثر هذا الاتجاه من التكنولوجيا وهذا النوع الجديد من التكنولوجيا المستحدث والمتسارع طبعا بدرجات كبيره جدا في تطور المنظومه الاقتصاديه والتجاريه والصحيه والتعليميه وكل ما يتعلق ما حولنا حقيقة من يعني قطاعات مختلفة جدا، وازاي ان الكلام ده سوف يضيف للناتج المحلي العالمي حوالي 15 تريليون دولار في 2030. فاحنا قدام تحدي حقيقي جدا، عشان كده الدولة المصرية بتسارع في اللحاق بهذا الركب من التكنولوجيات المتقدمة، ان هو حقيقة هذه النوعية من التكنولوجيا سوف تحدد الفارق حقيقة بين الدول والمجتمعات ومستويات النمو الاقتصادي ومستويات التقدم ومستويات التنافسية في عالم حقيقة شديد التصارع. والذكاء الاصطناعي النهاردة أصبح في قلب منظومة التطور وفي قلب منظومة التنافسية الدولية، وكل العالم حقيقة بينفق مئات المليارات من الدولارات سنويا على هذا الفرع لتأثيره كبير جدا في كل حقيقة القطاعات اللي ممكن نتخيلها. أستاذ ممتاز جدا. كيف يمكن السيطرة والتحكم في مخاطر الذكاء الاصطناعي يا دكتور؟ دي معضلة كبيرة جدا حقيقة، والعالم كله بيناقشها زي ما قلت لحضرتك. النهاردة كان لأول مرة في التاريخ تناقش هذا الموضوع على مستوى مجلس الأمن، ويمكن العالم متجه ان هو يؤثر. يعني ايه اللي كان بيتناقش؟ استخدامات الذكاء الاصطناعي ولا مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ مخاطر الذكاء الاصطناعي حقيقة في خصوصا على الأمن والسلم العالمي، ومخاطره على البشر، ومخاطره في بما يخص موضوع الشفافية والخصوصية والهجمات الإلكترونية، وزيادة أنه ممكن يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الدول على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المجتمعي. ويمكن كان في تقرير طالع من فوربس من حوالي شهر حدد يمكن أهم 15 نقطة لازم العالم يشتغل عليها، وخصوصا في انتشار الكبير لاستخدامنا للتكنولوجيا واستخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي والظاهرة الوباء المعلوماتي اللي ممكن يستخدم الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة، وفي توفير فرص عمل للبشر من خلال الذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على فرص عمل
البشر، عشان كده بقى في الميثاق الخاص باستخدام المسؤول حقيقة، ودي محدداته بتقول ان احنا لازم نستخدم الذكاء الاصطناعي في زيادة رفاهية البشر وليس العكس. الذكاء الاصطناعي لابد ان يتم تطويره بحيث لا يؤثر على وظائف المستقبل للبشر. موضوع الشفافية والخصوصية من الامور المهمة جدا. التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي خصوصا في مجال الدفاع والامن وبما لا يؤثر على فكرة استهداف نوعية معينة من البشر أو التعرض لمزيد من ما يطلق عليه التفرقة بين البشر. حقيقة مصر حقيقة من الدول السابقة جدا في وجود هذا الميثاق، وهذا الميثاق بيتم حقيقة يعني إعادة النظر فيه كل سنة نتيجة التسارع الكبير في الأمور التكنولوجية الخاصة بتطور الذكاء الاصطناعي. حقيقة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات دكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي.